أشغال يدوية قسمين المعرض، هو قسم أشغال يدوية وأعمال يدوية، وأغلب الأعمال هي إعادة تدوير البيئة، إعادة تدوير النفايات من البيئة، والقسم الثاني هو كان رسمات ولوحات الأطفال كمان. طبعاً المعرض هو عمل الأطفال، إبداع الأطفال، يعني نحن تركنا مساحة للطفل لحتى يعبر عن طفولته اللي هي جواته بهالحرب، بظل الأزمة وبظل الحرب اللي ما قدر يعبر فيها عن طفولته.